اللي جاي ان شاء الله اغنيه تانية، في اغنيه برضو انا المود اللي روحاني الفتره دي هو اللي طاغي مؤثر عليا مسيطر يعني، عليك. فهي اغنيه برضو روحانيه يعني، دي اللي حلوة شغال أوي. عليها ان شاء الله. مصطفى الموزع اهو. لا خلاص انا صيطته، ما خلاص تقلقيش. طب خلاص كده هتسمعينا ايه تاني؟ ختاما بقى بفقرتنا، وعايز اشكرك جدا جدا على وجودك تنورتينا، نورتينا بجد. بجد يعني. مستنيين الدعوه لحفل التوقيع لازم، طبعا طبعا. ومستنيين حاجات انا اكتر اكسايتد وفيديوز قوي اكتر. للي هيحصل فيها ده، يبقى حفل توقيع مختلف تماما بس عن. احنا لازم نذاكر قبل ما نقرا الكتاب. لا انا خلاص انا هجيب الكتاب، انا ايوه بحب الحاجات دي لازم قوي نذاكر قوي. نعرف برضو مش جايبه لنا معلومات ما الكتاب. تسالناش. انا صراحه كان اخر نسخه في البيت فانا جايباها لكم كلكم. لكن لا يا روح، انا لما اجيب لو نشتري. شفتكم تاني لا نشتري عشان خاطر ندعم الكتابه الفكر ده. الجميله صح، هو المطربه القمر. كويس انك قلتي، لانه في جزء من ارباح الكتاب طالعه بقى لكل الجمعيات يعني، اطفال غزه بس خلاص. احنا كله. لازم ما شاء الله. نشتري. ماشي طب يلا نغني بقى عشان نكتب سمعينا. الفقر. ثانك يو يا مي.